ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج العذراء ونصايح مهمه جدا جدا تخص شهر مايو لعام 2021. برج العذراء، احنا عندنا شهر متميز وايجابي وقوي جدا جدا. اول 20 يوم بيخدموك بشكل متميز، ان الاضواء متسلطه عليك، ان الايجابيه كلها موجوده عندك، خاصه بالنسبه لك اول 9 ايام. يوم 9 و10 لا ده تخلي بالك، لكن اول يعني اول 8 ايام اقدر اقول مهمين جدا جدا. كوكب الزهره موجود في برج السور، وده بيخدمك قوي وبيخلي الاضواء متسلطه عليك اكتر من حيث العروض الخاصه بالزواج. وقلنا ان المشتري برضو بيبدا ان هو بيجيب لك في امور خاصه بالشراكه، سواء شراكات عاطفيه او شراكه مهنيه. فعندك يعني وكوكب عطارد برضو معاك لحد يوم 3، فالاجواء بالنسبه لنا لطيفه جدا. كوكب المشتري بيخدمك لبقيه الشهر في موضوع العاطفه، فعندك او الشراكات عامه، فعندك في نوع من انواع التميز، فعندك نوع من انواع الايجابيه لازم تستغل ده. طب استغل ده ازاي؟ لو استغل الموضوع ده من الامور العاطفيه، انك لازم تكون بتدي مساحه او فرصه للي قدامك. بمعنى ايه؟ اصل برج العذراء انت ما تبقاش صارم، ما تبقاش عندك فكره اللي هو من البدايه كده لا احكم على الشخص بشكل سريع. مهما كان في البدايات كلنا بنكون متوترين او كلنا مش فاهمين بعض، ادوا فرصه ان انتوا تفهموا بعض، ادوا فرصه ان انتوا تفهموا اللي قدامكم، ما تحكموش على شخص بشكل كامل، وفي نفس الوقت ما تقعدوش تمسكوا في الماضي وتمسكوا في ان لا اصل انا عايز اصل فلان اللي فات فكان كذا كذا كذا، انا عايزه واحد زي ده، انا عايزه مش عارفه ايه، انا عايزه واحد يكون افضل من كذا. لا، لو هنقارن بالماضي ونقارن بان الشخص ده احلى ولا مش احلى، يبقى احنا مش هنعمل اي حاجه في الدنيا. حاولوا على قد ما تقدروا تشوفوا الشخص المناسب ليكم، سواء من ايا إن كان انتوا عايزينه، بس في نفس الوقت تدي فرصه للي قدامك، وحاول ان انت تفهمه اكتر وخليه يفهمك اكتر، وادي مساحه وما تبقاش بتقفش، وحاول ان انت تكون راكز كده وهادي. ده نقطه مهمه جدا، لانك بتبان انك متنشن كده. برج العذراء اصلا بستغرب يبقى قاعد في الامور العاطفيه، يبقى يعني في الطبيعي بيضحك ويهزر وهي والدنيا والشتيت والشريط وكل الحاجات الحلوه دي الجميله موجوده في برج العذراء. اول ما يبقى في حد هو بيحبه وعارف ان الشخص ده معجب بيا مثلا، انا كبرج العذراء ابدا اتنشن، ما تفهمش ليه، يعني يبقى واحد بيحبك تتنشن قدامه كده، قال يعني ايه بتتوتر بقى وبتاع، فعايز تداري التوتر بتاعك بتنشنه، فما تتنشنوش يعني، ما تتقلوش فيها يعني، فسيبوها بحبحوها شوية. دي نصيحة مهمة جدا. الحاجة التانية اللي ليها علاقة ان الاضواء متسلطة عليكم، ده بينفع كتير في الامور المهنية والامور العاطفية وغيره، فبيخليني ان انا اقول لكم ان احنا لازم نستغل الفترة دي في تحسين امورنا، في تحسين الوضع المهني، في التركيز اكتر في النجاحات، ان احنا ندور على تحقيق الفرص، على تحقيق الامور اللي احنا بنتمناها او احلامنا. فحاولوا على قد ما تقدروا ان الاشياء اللي انتوا بتتمنوها ان انتوا تسعوا ليها بشكل قوي جدا جدا. الشهر ده بيخدمكم خاصة اول 20 يوم، اول 20 يوم بيخدمكم جدا جدا في انك تسعى اكتر، وكل ما تسعى كل ما النتيجة هتكون مرضية، وكل ما هيكون بالنسبة لك اخر 10 ايام هاديين مش صعبين او متوترين، لا هيكونوا هاديين لانك حققت نتيجة مرضية بتهدي اعصابك. طيب النصيحة برضو اللي بعد كده، وهي الامور الصحية، لازم تكون واخد بالك جدا جدا على الامور الصحية الخاصة بيك. حاول ان انت تتجنب اي اشخاص انت شاكك فيهم ان هم ممكن يكون عندهم عدوى. الكورونا بتزيد قوي، لو هتكلم على دولتي مصر فبتزيد بمعنى اكتر من اللي فات بشكل كامل، ولكن ممكن يكون مش معلن عنها او مش الناس مش بتروح تشوف يعني، او تكتب نسب او الكلام ده كله. فعامة حاولوا ان انتوا تخلي بالكم قوي قوي قوي، لو قللوا التعامل مع الناس، قللوا العزومات، قللوا الخروج، ما تخرجش للأهمية. حاول على قد ما تقدر ان انت تكون واخد بالك قوي قوي من الكحول في ايدك، تظبط نفسك يعني. المهم مش هركز في الموضوع ده، لان انا ما بحبش اركز في اي حاجة سلبية ابدا صراحة يعني. يمكن النصايح دي بعملها عشان انتوا عيلتي القوية، فبالتالي وبتبقى تقيل عليا على فكرة ان انا اقول نصايح لحد، لان بحس ان يعني بس بحس برضو ان هي مهمة جدا جدا، لاني انا نفسي بكتبها لنفسي يعني، انا بعمل ده لنفسي، بكتبه لنفسي، وده من زمان، فما بالكم بقى. المهم نكمل عشان الوقت. فبرج العذراء خلي بالك قوي من الامور الصحيه، خلي بالك قوي لو انت بتعاني من مشكله ما تهملهاش، حاول ان انت دايما تكون مستشير طبيبك، يكون معاك رقم الدكتور بتاعك دايما، اي حاجه تكون على تواصل معاه. انا قرفه الدكاتره اللي بتتابع معايا في حاجات تانية بقى يعني، سواء دكتور بنتي دكتوري انا كده،
بجد ارفعهم والله يكون في عونهم. المهم النصيحة برضو اللي انا عايزة اتكلم عليها وهي الامور المادية. خلي بالك قوي قوي في حساباتك المادية، خلي بالك قوي في ان انت يكون عندك ال بيع شراء، يعني اسأل كويس قوي عشان ما تحسش ان انت اشتريت او بعت حاجة وانت خسرت فيها. فعندك حاجة ليها علاقة ببيع وشراء انت بتفكر فيها، بتفكر في حاجة ليها علاقة بتنازل لحاجة معينة، تنازل ميراث، تنازل موضوع معين، عندك حاجة بتفكر فيها او حاجة تخص الامور المادية، ركز فيها، ركز في كلامك وانت بتتكلم عنها مع ايا كان الشخص. حاول على قد ما تقدر انك انت تبقى عارف ايه حساباتك المادية وتعمل حساب لنفسك وما تتنازلش اكتر عن الامور المادية، سواء للشريك سواء للاهل سواء لايا كان، لانك هتضطر تتنازل بشكل كامل عن امور تانية مختلفة فيما بعد. طيب برج العذراء برضو في نقطة تانية مهمة جدا جدا، في شخص انت بتقدم ليه الخير هيعض ايدك. يعني ايه؟ يعني شخص انت بتساعده في حاجة انت يمكن يكون صعبان عليك في بعض الظروف، لان برج العذراء بيصعب عليه الناس قوي، برج قوي كده وتحس ان هو ما بيصعبش عليه حد، بس هو في الحقيقة انه بيصعب عليه الناس جدا. المهم فهيبدأ ان انت حد يصعب عليك، فتبدأ انك تساعده، هيعض ايدك او هيشوه سمعتك او هيطلع عليك كلام، او ان هو هيبقى يبقى كارهك جدا جدا وانت هتبقى محتاج للمساعدة ومش هتعرف تلاقيه ومش هتلاقيه اساسا جنبك، ويمكن تلاقيه ضدك كمان. فخلي بالك قوي قوي يا برج العذراء، برج العذراء ما تعتبش على الاندال. يعني ايه؟ يعني انت عندك في حاجة مهنية او شيء كان صعب بالنسبة لك تعرضت ليه، فهتبدأ انك الامور بالنسبة لك تتحسن، بترجع لشغلك، امورك بتتحسن بمعنى اصح. فحاول على قد ما تقدر ما تعتبش على اشخاص سابوك او اشخاص تنمروا عليك او اشخاص في وقت لما انت وقعت قالوا ما نعرفهوش. خلي بالك جدا جدا ما تعتبش عليهم، اصل العتاب بناقص منه، لان العتاب هيخلي انت اللي هتتعب، انت اللي هتتعب في العتاب ده، هتحس ان هما منافقين زيادة، فانت بالتالي هتتعب اكتر لانك ما بتحبش النفاق واللغة اللي مش حلوة دي. برج العذراء برضو في نصيحة تانية مهمة، حاول تصلح اخطائك، انت نفسك غلطان وانت نفسك اخطأت في تعاملاتك او في ان انت حكمت على حد، او ان انت اسئلتك ليها علاقة بالانتقادية شوية، او ان في حد انت عارف ان هو طبعه مش بيتحمل كذا او كذا او كذا، ولكن انت جيت عليه في كذا. حاول على قد ما تقدر انك ما تعملش فرقة او انك تفرق ما بين اولادك، تفرق ما بين حد الاخوات، تفرق ما بين الاصحاب. التفرقة تعني الغيرة، والتفرقة تعني الكره، مش انت اللي بتغير او انت اللي بتكره، لا ده انت هيتغار من موقف انت بتقوم بيه، او ان انت حاجة بتفرقة انت بتعملها هيتم كرهك انت بسبب كده. فخلي بالك قوي عشان الخسارة، حاول تركز في افعالك وتركز في انت بتقدم على ايه وبتقدم ايه هنا وبتقدم ايه هنا. دي نقطة مهمة جدا جدا يا برج العذراء. برج العذراء برضو من النصايح اللي انا، اعذروني لو النصايح تقيلة او كتيرة، يعني انا اكتر حاجة والله وفعلا دعاكم ليا بيخرجني من مشاكل كتير يعلم ربنا. فانا بالنسبة لي لما بسمع دعوة او اسمع حاجة حلوة دي بالنسبة لي بالدنيا بالدنيا بجد. يعني حتى كمان انا لسه كنت مكلمه حد برج العذراء، عشان كده قلت لها انا هعمل النصايح بتاعت برج العذراء والتوقعات الاسبوع على طول يعني. فالمهم فانا بالنسبه لي يعني دعوتي الكفيله عندي والله، مش معنى ان انا قلت لك ده او يعني خدوا بالكم من النصايح، بس مش مقصودش بيها اي حاجه، ولا اقصد بيها تقل، ولا اقصد بيها حاجه، غير اني انا عايزه اخلي بالي من النقط دي. انا وانا كبرج العذراء اخلي بالي من النقط اللي انا ماشيه فيها دي، اللي ممكن يقابلني، عندي فيه ايجابيات كتيره واتكلمت عنها في التوقعات، الا ان عندي ان في امور لازم اخلي بالي منها عشان اقدر اكتمل الايجابيه عندي، او ان انا اخليها اوصل بيها ليفل حلو، يبقى لازم ان انا اخلي بالي من نصايح معينه زي موضوع الزواج او موضوع الشراكه العاطفيه، لازم ان انا ادي مساحة ادي فرصة عشان الموضوع يكون افضل. المهم برج العذراء نصيحة تانية مهمة جدا، وهي انك لازم تكون واخد بالك جدا من حالتك النفسية اللي ليها علاقة بالشكل، المظهر، التغيير او التغيير الذكور، تغيير خاص بيك او تغيير خاص بالذكور. فترة مميزة قوي انك تغير من نفسك، تغير من ستايل، تغير من ذكور، كل ده لما بتيجي انت تغير او بتعمل حاجة جديدة او بتشتري حاجة جديدة والحاجة دي مفيدة ليك، ده بيكون ليه أهمية قوية قوي قوي في انك
تحسن من المزاج عندك، تحسن من الحالة النفسية. ففكرة التغيير انت مطالب بيها، لان التغيير بالنسبة لك هيكون سهل خلال الفترة دي لانك مدعوم بكل المقاييس. فانت حالة الدعم، التغيير بيخلي ان يبقى عندك فيه خطوات ايجابية، وبتتشاف من عيون الاخرين بتغيير ايجابي، مش هيتشاف بتغيير سلبي، لا هيتشاف بتغيير ايجابي على الاقل كنسبة كبيرة. فحاول على قد ما تقدر انك تغير في ستايل، في الوان، في شكل، في مظهر، في ديكور، في سيارتك. فكرة التغيير مهمة جدا 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 ليك. عامة يا برج العذراء انا مش هطالع لكم اكتر من كده، بس التوقعات الاسبوعية برضو فيها حاجات مهمة تخص الـ الايام نفسها. يعني احنا بالنسبة لنا في يعني يومين اللي هو 3 و4، ده يومين شويه هنخلي بالنا منهم، والقمر هيكون في برج القمر، اللي هو وجود القمر في برج ايه والتاثيرات، ده اللي هيبقى بنتكلم عليه بشكل اوضح واكتر واعمق. برج العذراء بحبكم كتير، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.